غادي نمشيو مباشره عند الشيف نعيمه ام عيسى من اكادير ونتعرفوا على اهم الشيوات والوصفات الخاصه بالكوتي اللي غادي تقدم لكل المستمعات اليوم. صباح الخير نعيمه. صباح النور لاله سناء. لاباس عليك، صبحتي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، مرحبا. كبيره بزاف، وتحيه سانحه، وتحيه للطاقم كامل، وتحيه للام ديالي كنتمنى ليها الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي يعين، وتحيه لعائله العسري، عائله سعدي، وصحاباتي كامله تكون حدا باسمها في مجموعه ديال الواتساب، والصديقات المتتبعات في الفيسبوك كلهم، لاف ديال ام عصام، لاف ديال لاله مولاتي. شكرا بزاف على التشجيعات ديالهم، وراه كيبلغوا لك السلام كلهم. اللسان مرحبا بسلامهم، شكرا لك بزاف شيف نعيمه، تحياتنا لك. اليوم تحت طلب ديال البنات السنة غادي نمشيو نعطيو اقتراحات ديال كوتي، يعني اقتراح طبل كوتي كتكون في متناول جميع النساء وبافكار بسيطه واسرار ان شاء الله غادي يطلقوا لهم. عندنا في الاول السنة غادي نمشيو واحد البسبوسه بالكوك بالزبيب والكرامبل. عندنا في الاول المقادير ديال الكيكه عاديه، عندنا كاس السنيده، ثلاثة د البيضات، كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس سميده تكون رقيقه، وكاس ديال الدقيق، عندنا يوغورت طبيعي، و 50 غرام ديال الزبيب مطحون، وعندنا جوج الخمارات. المهم في المقادير كلهم عندنا كاس ديال العلبه ديال سنيده ديال الكوك، زيت، حليب، وسميده رقيقه ديال الدقيق، وواحد اليوغور طبيعي، و50 غرام ديال الزبيب مطحون، جوج خمارات، وثلاثه البيضات. هادو اللي عندنا كنجمعوا المقادير كاملين وكنديروهم في واحد المول مدهون مزيان بالزبده ومرشوش بالكوك، وندخلوا البسبوسه ديالنا للفران طيب. وفي هذه الاثناء غادي نمشيو نوجدوا الكرامبل ديالنا. الكرامبل فيه 60 غرام ديال الكوك، 30 غرام ديال سنيده، 60 غرام ديال البسكوي ديال الكوك مطحون، داك صابلي كوكو كناخذو كنطحنو وكنشدو منو 60 غرام، و 60 غرام ديال الزبده. عندنا اربعة المقادير في الكرامبل، عندنا الكوك وسنيده، يعني 60 غرام ديال الكوك، 30 غرام ديال سنيده، كنقصو شويه ديال الحلاوه حيت عندنا البسكوي مطحون مالح حلو، وعندنا 60 غرام ديال الزبده. غادي ناخذوا هاد ربعه د العناصر غادي نبسبسوهم بحال السكسو، كيوليو لينا مفتين بحال السكسو. وكنحسبوا واحد 20 دقيقه البسبوسه ديالنا في الفران، كتقبض في راسها كتشد، كيبداو الجنيبات كيتحمروا، غنخرجوها وغادي ندردروا عليها هاد الكخام بالكامل في الوجه. هكداك علاش ما كنديروهش في الاول؟ حيت يقدر يهبط لينا مع البسبوسه كتكون خفيفه شي شويه. غادي نخليوها حتى كتقبض في راسها، وغادي ندبروا هاد الكخام بالكامل فوق من الوجه ديال البسبوسه، غنوزعوه عليه وندخلوه للفران حتى كتكمل طياب وكيتحمر مزيان، كنخرجوها وكنقدموها معايا اش بغينا، راه كتجي بنينه بالصحه والراحه. يلاه يعطيك الصحه تبارك الله عليك، هادي بسبوسه بالكوك والزبيب والكرامبل.